كيف سوف يكون الرد الإيراني برأيك، خاصة بعد تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن الرد سوف يكون حاسما وبالزمان والمكان المناسبين لإيران؟ باختصار إن سمحت. نعم، أعتقد بأن الرد الإيراني على إسرائيل سيقتصر على الجغرافيا السورية، وربما هنالك محاولات لترويج بأنهم قادرون على الرد، لكن عمليا ربما قد يكون هنالك بعض البيانات عبر التليجرام، منصات التليجرام الموالية للحرس الثوري الإيراني، بأنهم قاموا باستهداف ميناء حيفا أو غيره، لكن عمليا الردود ستقتصر على تسيير بعض الطائرات المسيرة باتجاه الداخل الفلسطيني، وربما ايضا باتجاه القواعد الامريكيه لا سيما المحيطه بحقلي كونيكو والعمر، وكذلك ايضا باتجاه الشدادي وصولا الى قاعده اخراب الجير التي تعتبر هدف استراتيجي لمحور ايران، نظرا لانها تعتبر الجسر الجوي الرابط ما بين كل من قاعده عين الاسد العسكريه شمال غرب الانبار، وكذلك ايضا باتجاه الداخل السوري. فهناك عده اهداف من الممكن ان يستخدموها وفي ان ما، لكن اليوم نتحدث عن ان اسرائيل من قام بتنفيذ تلك العمليه، عمليا ستكون ايران مرتبكه بشكل كبير، خاصه انها غير قادره على الرد المباشر. أريد أن نشكرك جزيل الشكر سيد مصطفى النعيمي، وأنت الخبير في الشؤون السورية والدولية، كنت معنا من إسطنبول.